السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد. دكتور خالد شوقي معكم ويحييكم ويتمنى لكم التوفيق. حبايبي سنبتدي النهاردة هنتكلم عن الكومباراتيف فيتشرز بتاعت الاسبلين. الاسبلين زي ما احنا عارفين ان هو أكبر لمفاتيك أورجنز موجود في الجسم. اللي قدام ده الاسبلين بتاع الهورس، ده الاسبلين بتاع الدوج، ده الاسبلين بتاع البيج، ده الاسبلين بتاع سمول رومننت، وده الاسبلين بتاع لارج رومننت. الاسبلين زي ما احنا عارفين موجود فين؟ موجود على الليفت سايد، كله موجود على الليفت سايد في الليفت هايبوكوندريك ريجون ريليتد للاستومك بالجاسترو سبلينيك ليجامنت زي ما احنا قلنا قبل كده. بتاع لارج رومننت طبعا بيبقى موجود على الكرينيال سيرفيس بتاع الرومن. طيب لو حبينا نمسك الهورس بيبقى شكله ايه الاسبلين في الهورس؟ بيبقى زي ما احنا شايفين مثلث الشكل، بيبقى مثلث تراي انجولار، البيز بتبقى لفوق والابكس دي بتبقى لتحت، وله فيزرال سيرفيس اللي قدام دوت وله برايتال سيرفيس. هعرف البرايتال سيرفيس انه عليه الامبريشن بتاعت اللاست 3 ريبس، اهمت اخر 3 ريبس عاملين هنا انطباعات او لهم بصمات، عشان كده بقول عليهم امبريشنز بتاعت اللاست 3 ريبس على البرايتال سيرفيس. طيب الفيزرال سيرفيس اللي هو ده بيبقى موجود عليه دايما منطقه الهايلس. الهايلس بتاع الاورجان زي ما احنا قلنا هي المنطقه اللي بيخش ويدخل منها الاستراكشرز بتاعت اي اورجانز اللي هو النيرف او الارتري، او لو في اي اورجانز ثانيه داخله بتخش في المنطقه دي اسمها الهايلس. الهايلس بتاع الاسبلين موجود على الفيزرال سيرفيس دايما. في حاله الهورس زي ما احنا شايفين بيقسم للفيزرال سيرفيس ها الى سطحين غير متلائمين او غير متساويين، سمول جاستريك بارت ريليتد للاستومك ولارج انتستاينال بارت بيبقى ريليتد للانتستين. تمام كده؟ يبقى ده كله الهايلس، يبقى ده بتاع الهورس. طيب بتاع الدوج ها بيبقى سمول وبرده بيبقى اليونجيتد، ولكن بيبقى سبايرال شويه، بياخد شكل الفالسي فورم حبه. بيبقى الوايد بارت ده بيبقى موجود في السنترال، بيبقى موجود في الفنترال بارت الفنترال اند، وبيبقى فيه كونستريكشن في السنترال بارت، وبيبقى الناحيه الرفيعه او البوينت بتبقى موجوده فوق في الدورسال اكستريميتي. يبقى وايد فنترال اكستريميتي ها نارو دورسال اكستريميتي، وفي سنترال كونستريكشن واضح في النص. برضه له برايتال سيرفيس وله فيزرال سيرفيس. الفيزرال سيرفيس برضه الهايلس بتاعه موجود في الفيزرال سيرفيس، وبياخد طول الاسبلين كله، ولكن برضه بيبقى سمول جاستريك سيرفيس زي الهورس ولارج انتستاينال بارت. الهايلس بيقسم الفيزرال سيرفيس انتو سمول جاستريك اريا ولارج انتستاينال اريا. يبقى ده الاسبلين بتاع الدوج. الاسبلين بتاع البيج زي ما انا شايف كده بيبقى طويل خالص، بيبقى الونجيتد، وبرضه له برايتال سيرفيس وفيزرال سيرفيس. الفيزرال سيرفيس بيبقى واضح انه عليه الهايلس برضه بطول الاسبلين كله من الدورسال للفنترال اكستريميتي، بس تقريبا بيقسم السطح الى انتو تو ايكوال بارتس جاستريك وانتستاينال، بيبقوا الاثنين تقريبا قد بعض. والاقي هعرف الدورسال من الفنترال اكستريميتي ازاي؟ الدورسال اكستريميتي بتبقى راوندد اند، ولكن الفنترال اكستريميتي بتبقى بوينتد زي ما انا شايف كده. يبقى الفنترال عكس الدوج. الدوج كان الوايد اكستريميتي بتبقى تحت، الوايد بارت بتبقى في الفنترال والنارو بارت في الدورسال. لا البيج العكس، بيبقى الونجيتد والراوندد اند بتبقى موجوده فوق على الدورسال دورسال بارت، والفنترال بارت بيبقى هو اللي بوينتد. لو بصينا على بتاعه السمول رومننت بتبقى صغيره وريكتانجولار، يعني مربعه في الشكل تقريبا. برضه له فيزرال سيرفيس وله برايتال سيرفيس. الفيزرال سيرفيس بيبقى عليه الهايلس برضه موجود، ولكن الهايلس في الرومننت عامه ما بيبقاش موجود بطول السبلين، لا موجود في عند ناحيه الدورسال بارت، ناحيه الدورسال بارت وعلى الكرينيال بوردر. يعني هو الهايلس بتاع السمول رومننت او اللارج رومننت موجود على الفيزرال سيرفيس، ولكن ريليتد قوي او قريب قوي من الدورسال بوردر الدورسال اكستريميتي، وبيبقى على الكرينيال بوردر. يبقى المربع ده، مربع الشكل ده بيبقى السبلين بتاع السمول رومننت. اكبر سبلين عندي بيبقى بتاع اللارج رومننت زي ما انا شايف كده. ده كله كبير، ده بيبقى ها شكله الليبتيكال في الشيب بيضاوي يعني، وبرضه بيبقى فلات وله فيزرال وبرايتال سيرفيس، والراوندد لارج اكستريميتي دي بتبقى موجوده في الدورسال بارت برضه، وبتبقى الضيقه شويه النارو بارت بيبقى موجوده في الفنترال اكستريميتي. والهايلس زي ما قلنا في اللارج رومننت او السمول رومننت عامه موجود على الفيزرال سيرفيس صحيح، ولكن بيبقى عند الدورسال، بيبقى عند الدورسال بارت وريليتد للكرينيال بوردر. يبقى ده كده الكومباراتيف بتاعت الاسبلين. وفي النهايه مفيش حاجه صعبه ولا في شيء مستحيل، فقط انها الاراده. فاستعن بالله ولا تعجز، وتفائل بالحياه تدرك كل ما تتمناه، ولان فيه كل الخير لك، افرح بقدر الله وابتسم ثم ابتسم وابتسم، لان في الابتسامات مفتاح لكل مغلق وتيسير لكل عسير وزوال لكل هم، ويكفي ان نبتسم لان ربي وربك هو الله.
إلى لقاء جديد، السلام عليكم ورحمة الله.